فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال تضرر النمو الاقتصادي من الخطوات المتشددة التي يتخذها صانع السياسة العازمون على القضاء على التضخم الجامح. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 12% إلى 30737.77 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على تراجع 12% إلى 3781.81 نقطة. فيما هبط ناسداك المجمع 20% إلى 11006 نقاط.